يوم نوري يوم نوري يوم النور يوم النور ها اليوم يوم النور يلا عيننا بسم الله الرحمن هذا حالنا أوضعنا في خير والعليا شعير بسم الله الرحمن نشرح حالنا أوضعنا في خير والعليا شعير اليوم يوم النور يلا عيننا كم يا مشاكل يا جماعة عندنا وام المشاكل كلها أزمة ضمير كم يا مشاكل يا جماعة عندنا وام المشاكل كلها أزمة ضمير يكفي مشاكل خارج وداخل لازم نواصل إصلاحها لازم نساهم في الخير دايم شد العزايم يا أخواننا اليوم وبكرة وبعد بكرة وبعد بعده وبعد بعده يوم النور يوم النور ها يا الله يجاوب الو ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف انت يا شيخ احمد من هو الشيخ انت احمد الشيخ احمد لا معك احمد الشيخ مش موجود هو الشيخ احمد ولا احمد الشيخ انا معك ابو بكر ما عاد سألت الموضوع دي قلت لك اي موضوع الموضوع الفلوس هذه قلنا تدبرها ادبرها لمن للعي للعيال تكسر زي للعي ها أنا قد رسلت لك ثلاث رسائل وبعد وأنت ولا رديت ولا شيء ثلاث رسائل؟ أيوة طيب سيدنا الحين هذا كله نجي اتصل بي يلا خاطرك مع السلامة مع السلامة عاش معي حكرت عدو عدي رزل نجربها كبيرة هذه الو الو دكتور هذا صوت مريح هذا حق الشركة من نجرب تصدرهم كلهم اجرب اتصل الدكتور ندري ويخارجنا الدكتور بسم الله الو الو ايوه السلام عليكم يا دكتور حياك الله كيف حالك يا دكتور الحمد لله ما عتبت الموضوع اي موضوع يا ابني الموضوع حق الزايده حق من الفلوس مشدده الزايده الحين الدكتور افهمني غلط يعني قصدي الموضوع حق الفلوس الزايده اللي قلت تدبر لي فلوس عشان العيد والموضوع والعيال انا قلت ادبر لك فلوس أيوة لك جابرنا أمس من معي من؟ معك أبو بكر أهلا يا أبو بكر أي حياك الدكتور عرفتني بعينه؟ عرفتك أنت المريض اللي جيت عندي أمس أي المريض أنا عاد مرض له ما بيش فلوس يعني لأنه ما أصلح العيد وأنا أجلس طيب يا ابني إيش قلت تشتي؟ قلت تدبر لي فلوس عشان العيد ورجع إن شاء الله وتك بعد العيد كما اشتغلت بالتاكس وهذا ودبرت الفلوس أنا أقضيك دحين أنت اتصلت للبنك ولا اتصلت للدكتور؟ الدكتور يعالج يعني يعالج الحالة هاي وشكلك مجنون شكلي شعالجك يلا الحين كده اطلق بعد شويه لا انت عارف انا يلا قدرت ادبر 200 الف صرفه العيد حق عيالي وحقي 200 ما يعني ما بش ما قدرت ادبر لك يعني اعتذر لك خلاص ان شاء الله انت تحاول وانا اتصلك بعد انت واصل بالتليفون ان شاء الله مع السلامه يلا السلامه لو كنت رحت ادبر لي مغذي أو معلم أجرب الكبائن كلها لو سنتصل نحرض
لاجل ها دكتور. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هاي ما عاد تعرف الموضوع. أي موضوع يا ابني؟ قصتها قبل دقيقتين. وأنا قلت لك إني ما أقدرش، يعني خلاص حينزل علي الوحي وأدبرها لك في دقيقتين. أنا قلت أتصل لك للجيبة الثانية لا معك. غلق وبصير واحد غيري، مع السلامة. يا الله. أنزل وعد عين ويجي قد. اتصلت على رقم. ما أكثر الأسماء داخل الترهم وما أكثر الأصحاب حين تعدهم، لكنهم وقت المدح زق الدنيا قليل. أجد أتصل مختار والله والله ما تصلح ولا عن رأي لحد، ما عاد باقي معي إلا أرحم الراحمين. توكل على الله وما هو مكتوب عيدي. ربك كريم. تتصلي هذا يفعل لي ذات الجلد صلبي، وهذا يفعل لي يقول لي مدري ما، وهذا يقول لي اسم الصلاح. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله. هو المفروض ما حاسب شي يا اخي، ما جاوبه. لا جاوبه، وذا طلع العتاد 60. ايوه هي طلعت 60 جابر وني مجابر، لكن خبر ما فصلوا ليش خبر ولا ادوا لي فلوس. ايوه ولا انت قبل اشتغل الاتصالات. ذحين ما بشي، معك فلوس تسلفني انت؟ لا معك بني ربيك. ما ابي ابي قد مات الله يرحمه، ذحين بيربي عيالنا. الحين حاسب حق الاتصالات و ايت يلا. اشبعها. رامني 60 ريال ولا تخارجنا بخبر خاطرك. وابراهيم اياه وابراهيم. مال ابراهيم دائما اخر. ما هو مال بدونك شغلتني. مالك؟ مالك تاخرت انا. مالك اخرتني انت؟ اخرتني قلت اجل عندي قبل نص ساعه متاخر. لا زحمه زحمه. ليش زحمه؟ انسرت. رحت مركز تجاري اشتري بدلات للجهه. مقصود العيد؟ اشتريت له الجوال كسوه لعيد، اقول له معي خمسه الله يصلح، اشتركوا لهم من بدلتين. الله يصلحهم. واشتركوا زبي، واشتركوا لوز، وبستق، وشوكولاته، وكل شيء، وانت معزوم عندي للعيد. بيني وبينك رحنا العمل، صرفوا لنا الرواتب وزدوا لنا المكافئات. صرت اشتريت للعيال من ثلاث بدله. ماذا قضيتك علي يا ابراهيم؟ اخي وجريت جعلت العيد، جريت اللوز، الفستق، الزبيب، السن العجوز، القرع، الشكليت بجميع انواعه، شوكولاته، فندق، عصائر، كل حاجه. ما شاء الله عليك، ما شاء الله ابراهيم. بيني وبينك طرحت 50,000 في البيت حق العيد هذا. قلنا رحنا نزور الكرايم، نزور الارحام، وندي عسب العيد، حق العيد هذا بيني وبينك. وبيني وبينك باقي معي 30,000 ما نشتري اي نديها. ها اديها للفقراء والمساكين. يا اخي ما احبش هذا لين فقراء ومساكين. يسمع اديها لي انا صاحبك. اديها لك. يا اخي انت فقير ولا مسكين؟ وذا معك باص، معك قد اكتفيت بالعيد كامل. يعني والف على الطلاب. مش طلاب، انت صاحب وانا صاحب، وانت تحتاجني وانا احتاجك. اسمعني. ها. ال 30,000 هذا اجل الله لها مخرج. ايها اطلع عشان اوصلك. انت اسبق وانا اشيل حقك. عاد معي مشوار اوصل العيال والمره. اها. لا عند بيت اخوالهم. تمام. اوصلهم بالسياره وارجع اتصل لك. خلاص اتواصل انا وانت. يلا تمام. هذا مش تأخر من الساعة ساعة. لا لا على حسب الطريق. عقل خاطرك. يوم النور. يوم النور. ها. يوم النور. يوم النور. ها. بس لحظة اتصل، بس اتصل وجا عند حاجة. تمام. تعصبوا. ما بنتعصبش احنا ما احناش حق عصابات. بس اتصل لصاحبي ناجر اخليه يجي لهنا يجزع مع فلوس، يمكن ما تكفيش الفلوس اللي معي. هذا عرض. الو. ايوه ابراهيم. ها ناشر، وين انت؟ انا موجود. وينه؟ بالحارة. خلاص جي للورشة. ورشة ايش؟ ورشة تكون وجهة في شارع مازدا. سلامات. ما بلا صدمنا واحد. صدمك؟ ما بينك؟ يا اخي ما صدمني، بخير جي وبس. الان اجي. اسمعني. ها. جزع معك فلوس. على طول يا حبيبي. يلا مع السلامة. دحين اسمعني. دحين كيف؟ المهندس قد بسرعه. اها. وصار يحسب كم تكلف. سمكره قطغه وانا ادفع. انا ما فيني من اتحمل حتى ريال واحد. ولا اتحمل شيء، يعني انا قدو ما انفع، القدو مكتوب من الله. راجع الي وصدمتك. لا ترجع لي وجبه بهذه السرعه، ما بنصطه يطلع بهذه السرعه قدام. ما فعل، انا ما اجدر ان انت خلفي.
والله ما عاد ارجع الشاك هذا، لكن يلا قدو مكتوب عند الرحمن الرحيم. الحين شتي المهندس يبسر. يا مهندس. ايوه. تعال. الحين قلت لي كم تكلف؟ حقها تكلف 30,000 اقل شيء يعني. من وايله؟ مع القطع الغيار يعني الشمعتين مع الشب مع السمكره يعني قد حقها 30,000 ريال. يعني انا ولا اتحمل حتى سلف واحد ولا بعيد يا. ولا اتحمل شيء يعني غدر. خلاص قد. خلاص. قدو المهندس بيقول لك 30,000. بعدكم. معلش ايش نحملك احنا؟ ولا تتحمل ولا معي ريال. خلص. ولا اتحمل شيء. بارك ابراهيم سلامات. اهلا يا اهلا. ايش من اهلا؟ يا اخي انت معك عقل ولا ما معك؟ انت مجنون ولا بعاق؟ ماجر. لحظه يا ابراهيم الله يحفظك. اخي اذا ما تعرف تسوق شلون السياره حقك وروح البيت ولا روح بيعه. يا ناشر. اسمع يا ابراهيم رجال الله اعلم السياره حقك او مش حقك. اخي معك كرت معك رخصه مقدد. والله انا بسوي احترام ابراهيم. لا القسم الان القسم. هو ناشر ما لك. ايش هو الرجال يصدمك وانت تقول لي ما لك الكلام هذا؟ احنا جيت هكذا من جداري ما هو لي حدث صح؟ ان الرجال صدمك كل ما نجداري. ومن قال لك انه صدمني؟ السيارة معروف يا اخي. شوف هذه ما يعقلش. هو صدمني. هو صدمه؟ انا مجنب ورجع لي وصدمني هو وانا واقف. ابراهيم وهذه كلها رجع ابراهيم. انا قلت لك اهدى وقر صدمت انا راجعيني واستقيته. ما نجداري انا ان انت يعني سواق الروابع. انا قلت لك اديني لي فلوس وجيت تفعل لي مشكلة. يعني دحين ندي حق السمكره وقطع الغيار ونحكم زد الادمي. خلاص انا شا اصلح وانت حكم. يا اخي عفى الله عنكم في حقي السياره تسبروها. خلاص خلاص دحين قد ثمن المهندس 30,000 قطع الغيار والسمكره. ابصر كم معي انا؟ ابصر. هي ادمي هذيك ال 30 اللي كلمتك عليها. الاولى. ايوه تمام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 28 29 30. تفضل يا اخي. هذا اللي يتكلم المهندس 30,000. عاد شي شي عندي؟ ولا عندك شي ابيض؟ الحمد لله يا مهندس. ايوه خلاص خلي السيارة عندك لا بعد العيد. تمام. انصر يا ناشد. الله اعلم كيف ما صلحش السيارة ولا الدف. اسمعني اسمعني. ها انا خايف لا تكون مثل ما قلت انت مشي حتى يجوا مسروق ولا شي. والله اعلم انا قد انا شاكك. قلت لك انا السيارة مش حقه. اسمعني ذا الحين انا حاسبت الثلاثي لا يلقى صاحب السيارة من صدق زين حاسب ثلاثي. مش مشكلة المرتين. انا خايف يقولوا ان احنا سرقنا السيارة احنا. اسمعني اسمعني نلحق بعده. ايوه نلحق بعده. الحق بعدي يا مهندس. يلا سير 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 سير. الحق الرجال بسرعه 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 يا ري يا يا صاحب. ها لحظه لحظه مالك شلت البيج ورب يا اخي. ليش ما تصلح السياره؟ احنا ادينا لك فلوس حق تصلح السياره. صلحها. ليش السياره حقي انصدمتني حاسبتني؟ خلاص الله يستر عليك. انا الصراحه قلقت يعني تبذل الفلوس وتمشي بدون ما تصلح السياره. الشيدر هذا الحين ليش ما تصلح؟ هو الان انا مضطر اشرح لك عشان يخرج الشك من راسك. طبعا السياره حقي. بس انا قلت اول حاجه عيد الحين اسلك سي اخوتي وبعدها احلى الله. بس هالكسوة على ابوك ليش ما يكسيهم؟ ابي اصلا قد توفى الله يرحمه. الله يرحمه. وانا قد خرجت من البيت وانا ما داري اي نسيج. حاولت ادبر فلوس من هنا من هنا وفكرت ابيع السياره. بس هي الوحيده معانا اللي ورثناها من ابي الله يرحمه. خرجت مطمن ضابح وانت ريوس صدمتني. وقلت بالذات الفلوس هذه اسال اكسي اخوتي لانه ما يصلح يخرجوا عيال جيران والناس فرحين واخوتي حزينين ولا معهم مكسوره ولا يخرجوا بالثياب القديمه. وقلت اكسيهم وذي فرجها وكسيت اخوتي قبل العيد اي فرجها بعد العيد واسبر السياره. معك فلوس يا ناشد؟ اي اي معي. تفضل. كم شيء؟ 3. شوف يا أخي الثلاثين الأول كسي أخوتك وهذه تصلح السيارة. يوم نوري يوم نوري يوم النور يوم النور ها اليوم يوم النور يلا عيننا اليوم يوم النور يلا عيننا
بسم الله الرحمن هذا حالنا أوضعنا في خير والعليا شعير. بسم الله الرحمن نشرح حالنا أوضعنا في خير والعليا شعير. اليوم يوم النور يمضى عيننا. كم 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 يا مشاكل يا جماعة عندنا وام المشاكل كلها أزمة ضمير. كم يا مشاكل يا جماعة عندنا وام المشاكل كلها أزمة ضمير. يبكي مشاكل خارج وداخل لازم نواصل إصلاحها لازم نساهم في الخير دايم شد العزايم يا أخواننا اليوم وبكرة وبعد بكرة وبعد بعده وبعد بعده. يوم النور يوم النور ها.